مشاهدينا نروح مع حضراتكم لخدمة من خدماتنا الصباحية في هذا الصباح ونتعرف على حالة الشوارع ونروح حالا لاستعراض للحالة المرورية في بث مباشر لكاميرا اكسترا نيوز من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة وزميلتنا العزيزة ريهام فيكتور مراسلة اكسترا نيوز. ريهام صباح الخير عليك. بصبح عليكم في الاستوديو طبعا وبصبح على كل مشاهدي شاشة اكسترا نيوز في كل مكان. احنا بالفعل دلوقتي من داخل غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بنتابع معاكم حالة السير لأهم المحاور والطرق والشوارع المختلفة كما اعتدنا معاكم كل صباح. خلينا نبدأ معاكم دلوقتي سريعا وبشكل تفصيلي بداية من ميدان الجلاء. والحقيقة ميدان الجلاء المتعرف عليه ان هو بيربط الجيزة بالقاهرة واعتدنا منه على السيولة المرورية الواضحة من جميع الاتجاهات سواء من اتجاه كوبري الجلاء او نفق العجوزه او ايضا من مدخل شارع التحرير او مخرجه من الميدان كما اعتدنا منه كما ذكرت. لو انتقلنا للشاشه الاخرى وهو كوبري الدقي اللي بيربط ميدان الارمان جامعه القاهره حتى جامعه الدول وكذلك الامر في اتجاه شارع التحرير القادم من شارع السودان باتجاه ميدان الجلاء ايضا هناك سيوله مروريه واضحه على كافه اتجاهات الميدان. أما عن ميدان لبنان القادم من محور 6 أكتوبر عن طريق محور السودان أو المتجه إلى أكتوبر أو الدائري أيضا لا يوجد أي نوع من الكثافات المرورية كما هو موضح أمامنا على الشاشة. لكن لو كلمنا عن كوبري اكتوبر فهناك انسيابيه واضحه على كوبري اكتوبر خلال الساعات الاولى من الصباح الباكر كلا الاتجاهين خاصه وانه الشريان الهام للمواطنين لتسهيل عليهم عمليه السير خلال الساعات الاولى من الصباح سواء القادم من شارع البطل او المتجه للقاهره مدينه نصر ومصر الجديده بالتحديد. أما عن مصطفى محمود فبالتحديد اتجاه شارع جامعة الدول واتجاه ميدان مصطفى محمود فهناك أيضا في الاتجاه الآخر لشارع السودان سيولة مرورية واضحة أمامنا على الشاشة. أما عن ميدان النهضة اتجاه كوبري الجامعة أو من اتجاه جامعة القاهرة أيضا كلا الاتجاهين هناك سيولة مرورية واضحة وتامة أمامنا على الشاشة. أما عن شارع النيل الفلوجة بالتحديد سواء القادم من الكيت كات إلى ميدان الجلاء ومستشفى الشرطة والاتجاه الآخر أيضا هناك سيولة مرورية تامة أمامنا على الشاشة. لو اختتمنا معكم بكوبري عباس وهذا الكوبري بالتحديد سيولة مرورية ناحية القاهرة أو الجيزة واتجاهي شارع البحر الأعظم سنلاحظ أيضا سيولة مرورية واضحة. وبكده مشاهدينا نكون قمنا باستعراض أهم الطرق لحضراتكم وخلينا نعود من جديد للاستوديو. زميلتنا العزيزة ريهام فيكتور بشكرك على هذا التقرير الوافي والشامل للحركة المرورية كنت معانا من غرفة عمليات الجيزة شكرا لك يا ريهام.